بون الحاجة الأولى الفيكتوار كانت مهمة، كنا لازم نفوز بالمباراة لأنه بغيناش نلعب مباراة مع غامبيا هنا مصيرية، كنا لازم نفوزو. الحمد لله دخلنا من بداية المباراة بريسينغ على 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 الخصم، والحمد لله لي زوكازيون اللي جاونا بريمير ميطون ماركيناهم، من قتلنا المباراة الشوط الأول وجرينا دوزيام ميطون بشويه بشويه حتى جا الهدف الرابع. الحمد لله الفوز هذا ناديو الجماهير الجزائريه. صراحه انتم كلاعبين هنا كنتم تنتظروا الفوز بهدف رباعي؟ ما نقولكش كنا ننتظروا، مي كنا دايرين في رساله ندخلوا نربحوا، ما كانش حاجه ابر الربح، ثم كنا داخلين باش نربحوا. الحمد لله شغل النصائح تاع المدرب، لاعبين كما مبولحي كما فغولي عاونونا بزاف بالخبره تاعهم. الحمد لله الفوز هذا، مازلنا خدمه لقدام باش نزيدوا نطوروا من الاداء تاعنا ان شاء الله. دوز تبدل مقارنه بالمباريات اللي فاتت، واش اللي خلاكم ربما اليوم المنتخب يلعب اريحيه؟ والله الحاجه الاولى لونترينر كيدير كونفيونس في اللاعبين تاعه، ديجا تدخل ماكش مبريسي ما عندكش ضغط. الحمد لله هو نحنا هذا كاع. انا قبل كنت نلعب عند دي زونترينر شغل نلعب ما نلعبش 100%، درك وليت نلعب 100% في المنتخب. هذه حاجه الاولى. حاجه زوجه راك تشوف الحراره عاود رجعت، ولا تاكتيك راك تشوف كيفاش لعبنا اوفونسيف بريسيو. الحمد لله جابت ريزلت.